السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي كارتيني بيتيكاري وأنا من ماليزيا. عمري 22 وأنا طالبة الجامعة الإسلامية الألامينة ماليزيا. أدرس الهندسة المعمارية في هذه الجامعة. أحب أسرتي الجديدة. عندي 5 أخوات وأخ وحيد. والدي يعمل بستاني وأمي تعمل رهب مازي. أسكن مع أسرتي. بيتي في كوالالمبور وهو قريب من جميعنا. في بيتي 2 غرف للنوم وغرفة الجلوس والحمامان والمسبح. أنام في غرفة النوم وأستريح فيها. أغتسل في الحمام صباحا. بيتي نظيفا والجميع. شكرا جزيلا. مع السلامة وإلى اللقاء.